مدارس خاصة تختار رفع الأسعار قبيل انطلاق الموسم الدراسي بالمغرب. تفاجأت فئة عريضة من الأسر المغربية المنتمية إلى الطبقة المتوسطة بالزيادة الكبيرة التي طبقتها مجموعة من المؤسسات التعليمية التابعة لقطاع الخاص في ظل معاناة الأسر من التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا والتي أثرت بشكل واضح على مداخلهم المالية. ولجأت نسبة كبيرة من هذه الأسر إلى تأجيل موعد تسجيل أبنائها في المدارس إلى نهاية شهر غشت الجاري في انتظار مراجعة هذه المؤسسات التعليمية الخصوصية لقرار الزيادات التي تراوحت ما بين 10 و15% في وقت تتراوح فيه كلفة تدريس التلميذ الواحد ما بين 600 و800 درهم شهريا كحد أقصى. وتفادت المدارس الخصوصية المتوسطة والصغيرة مجاراة توجه هذه المؤسسات مكتفية بتطبيق زيادة رمزية على الواجبات المالية المدرسية التي تظل في متناول مرتديها.